بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ولا ليال ومالي جمعة بشو أي تهاي لا ولا تنك بش شوال أو كبيعان سيدة أغوص لبكوني أفريا طبعا وحن ولي برتمان كجشرنا محاضرين كي تحنها أها مؤتمر كان لبلاتنات سوق من قابيان والرضا الإسلامي جاه الدولة الإسكندنافيانكا كسوع عنوان كيس جود وسنة كان يهي والله يدعو إلى دار السلام وححتى إنه بلا بندون إن شاء الله تعالى محاضرة دي سديدات تسوع عنوان كيد ويهي تعصب كا يدباتوين كيسا وحنا إنه سو جيدين دونا فضيلة الشيخ الوالد محمد إدريس فليتفضل الشيخ مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر إياه كلا كان ينقل وكلا بركيسا ألنا سبحانه وتعالى نحريستي سو كسو دجيه وحن إلهي سبحانه وتعالى كبر إياه نعرق قلبي كسو كلمة حقا إلهنا سبحانه وتعالى قلبي إنا إيادقهن وإلهي سبحانه وتعالى أفره نغانا ديوه وهذا الكدقيستا كيسا ونكسن الرعاة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انت كذب ولا ليال كلمة وحيكو صاحب سنتها السيدة ولا الكي وشاغي قلد تعصبك إيوه سامينت وكل هي ضدك وحنوك لقاضي الدونة دور قضب إن شاء الله تعالى لكن انت أنا كلقاد إن شاء الله تعالى آيات قرآن هنا حصوصين أيان كو بلاب الدونة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. تعصبك حانو قيبين دونا دور قضب إن شاء الله تعالى. قضب كواد محوية هرت تعصب، قضب كاللوادنا نوعية ذي سيما يلوه قلم حيهن، قضب كالصدحاد حان حكشيك دونا السببهيس أسبابها كعية أما كان تعصبك حلا يرهضه. قضبك أفراد حان حكت المامي دوننا لب كيسة ير راد كيسة حن. قضبك شنادنا وحان إن شاء الله تعالى أنت إلهي إنه صرت قريه كت المامي إنه داوديس. حدان قلني ما أدنه محوية هاي تعصبكم
تعصبك وإري عربية أو حكيمي عصب أما عصبة أما عصبية تاسو قفك كوحديسة عصابة أما عصبة عربية لغم عبا كوح مركاسي قارة وحيون غني سادتك حيقة قفك عصبة الرجل وقرآن كريم كاوي كجرتا ونحن عصبة مركي راهدين الماء يعقوب يعني كوح بانا هايو كوح مركز سيجارة وحلي لها اسكو دوبا اما اسكو رأيي ولذلك صومالي دو اريق عربي هو استعمال شاء عصابة بينو نراحنا عصابة كوح هو كوح داس او شقاء ولا هيستا شقاء حن بدنابة ايا لو استعماله مركز ليلة لكن اصل اهان كلمة دو سيداس بي اصل كدو يهي معنى أهان لكن وحال الله استعمال عصبية قفكو إنو أقرقارو أو أهيليو كوحديس أما ريركيس أما قبيلكيس أما الشيخيس أما قفكو أو لرأييه أو لتليه أو لفكريه إنو أهيليو إنو أقرقارو إنو لدوبنادو بالحق وبالباطل حق يا باطل متكستو وكس عضبة إنه كراعه ولا جرمده وأجرجاره وأجرجاره صار العصبية تاسوى عصبيته لنكاسنا معناها حنوي علماء القاركود لبي أكل الطيبيان عصبية حن يا عصبية ونعكس لكن عصبية جود أهان مركز الله يلاحظه ما لها ونعك بدن لكن قف قدو حقه شيء حقه هدو وقرقاره يعني معناها هو لغو إطلاقية أو لغو الشيغة مرارك قاركو العصبية إنه حق وتعصبية تاسونا محوما لكن عصبية ده هدا إنه خصيصة وأنك هذا لأنه وعصبية ضاحن وقفكو عدة يعني لا رأيئة أما لا قبيلة أما لا حزبئة أما لا كوحة وقرقاره وأهيليه حق يا باطل وحيكو سعطبا سئن دلا آنا القاسي كتماتا وحينام إرقو إشسا أضيك إيو لدوبنان وحلا ديكرو يعني عصابة وحيرا هذان المحاماة والمدافعة والنصرة كلمات كاسي قاموس كعربية كفصرة يعني وقرقر ودفاع ودفاع أيه إدا سجل الله ما ركتي الرأي قاه أما الله هيبتاء أما الله قبيلك أما الله الرأي قاه سين دلا أنا وحين نقوم كرتا حق درينك وحين نقوم كرتا ينو جرجارو حق فكرك حق جعنتا حق فعلك حق أفكا أنت به ينو وهو إليه ولبس ساعة أذق أو إن دلا أنا أو أن فكر لهين أو أن عقلي كل سنين أو أن أركتي كل سنين ينو جرجارو ساسي كسو رريسا وحان دي كرنا مركا وحي لحريرتا أضعي يقلف سنان إيوه إنو قفكو إنكره لنكا كلو كسو هرتشي ده أما فكرك كخلاف سن أما كقدوان أما قبيل كقدوان أما وضن كقدوان أما ضل كقدوان أما فكر كقدوان إنو ين أقابيلين أو أنا وحبك السوقا لنو إنكره وحان جرم بك السوقا أو أنا لقي سن أو إسكت لقاته هذا استعصب كهلك عصب قاروري حتى رأيك كله هادو حقية أما كوحدة كله وحا أي شيء سادي حقتها متعصب كقفك هاي مدك يستو ما نقول لك راري أيو تعصب كمركز سكوحي هاي معنيه سنة هالك عصبين قارورين كرنا نصوص تشرعيك هي دينتنا ويكدكتي أو نوع أساسة آدي آد بي وغوان السي والله إنو قدقي وأنا شيء دونا إن شاء الله حوان كتل ما مدونا نوعية ديسا وبدن يهي ميلا بضن بوغلا تعصب ونوعية بدن بولي يهي قفكو وتعصبه
وحكست أو كسهر جيدة وحأوت عصبينا حق يبادر وكل الدريرة مركب وقف عقل جيسا أنسي سليمة عقل إلهي سي أنا أديك سنين أو قفلية ملك قفلية هاي نوعي راس وحكم ذا قفك إنه قبيل وتعصبه قبيل قبيل كإن لا تعصبه بالباطل وبالحق نوع والباب هالنقطة ليس قد تعصبه وأهل ونكسن معها أو دينتو يشرع هذا يعقل قبها ويديدي وحي حقا هنا وقر قارو ويتاهي تعصب نكاس لما يراه لما أرنك روى التعصب هو تعاون لكن تعصب كحق الله يسكن عند التريه قفك كله إنه رير كيسا وقر قارو أما قبيل كيسا نوع تعصب قبل يهب الله يراه تعصب قفك عذر كاقبه تعصب قبل يهب قبه رير كيسا أمبيق نوحي بالحق وبالباطل وحكى له أجرى تعصب مذهب هي فكرة لا تعصب مذهب هي فكرة يعني قفك ضد لا أفكار أهم لما ذهب أه بو تعصبية حق يباطل وحي قاتان والدفاعية وهي لنايا وحكى له أجرى تعصب وضن أما كوح لا تعصب قوميات سيدا القومية تعصب القومي غالينا بني آدم كإنسان كجودهان وعذر كدعاه وهذا مثلا وحان نقني يوروب يعني جرملكو مركي أي ضدك كلا رن دوني إلي قميستان تعصب قارع وقوم كلية أي كتر ضدك كان عضان كأهم مركي أي ضدك كلا تؤي قميستاني والتعصب كوح كلي إني أو أركته وكون دتك عنصريين تأ من نوع إذا لقط المام دي جاره إنه كجرو أن بني آدم ككل كجرين بود بو يعني أو قط تعصبية صحيح إحنا معها بني آدم قدمي سيدي الرسول كأنه عليه الصلاة والسلام وقصة خلاصية لبا إري كلكم من آدم وآدم من تراب حاكي قيمة بضن هذا الكاس يعني بني آدم كتاريخ دي سيئو لنبو كوية وحلوك لفانو مالا كلكم من آدم لما أنتين آدم باكتواتين ابن آدم باتين وآدم من تراب مارك أدي ليق قارك هايوكو بوجر عمحويه مجر واون تعصب قارا وضن لو تعصبه أما كوح لو تعصبه أما جنس قارا أو لو تعصبه نوعاسنا وقلا سببها مرك أقوى وين بقى مهمة يدي بقى تذا كده لا تحل بذا قدم إن الحوجة حوج صار أسبابها كان تعصب أسبابها كان قفكو إنه تعصبه كوه حكاء إن أنا حق رادس أهينه هوديس أورع هوديس هوديس إلهي سبحانه وتعالى قرآنك الكريم كأوه أرأيت من اتخذ إلهه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر إلهي سبحانه وتعالى وحلب الآية تقفك هوديس إلهك الدكتي وحراعه أو كذب بيه هو دي سو هذا ماشي الله ربطه أم الله رعده هو مركل اللي يراهذنا ورأي أن كل سنين علمي يحق كل سنين وأسد الضبيشة سوكله مر بدينا كهجة إيمانس مر بدينا كوقة هذه أساسها هو اللي هو دي سو هو دي سو إله ضبيش مر بدينا عبيه قاضي ما نبى ملبو تهجين هاي ما نبى ملبو وتشده هو دي سوهم با وضه حق ما وضه حق رادنتيس سبب تكواد أو كانت تعصبك وقفك هودي سينو الرعو قف والبو بني آدم أنا ويكود عكر تام مسلم يقال بني آدم كردن بيكود عكر وعذر كود عكر حقي بأديدية وحنا إلهي سبحانه وتعالى تلم نتيجة كرد لنا يسا إنو هودي سرعو حيتهي إن لدبوله عقل جيسا إيا قلب جيسا إيا إندهيسا إيا دقيهيسا وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة
سي وحكو أغاني يا مركب قفقاس وحمان ما وحمان دقيستو وحما أركو ما فكره أو شيء ما فيري هذا القف كان كلا كسر هرجيدة أما حقه ويري أما وناكه ويري قلك لها أهاد قبيلك لها أهاد عدك لها أهاده سيدا إنسان كسليم كوحوه إنو دقيس قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد بل هذا فكره كان محبوبا كالدنيا محبوبا كالرباء ما يعني سببت الله بعض وحوي أوكي أنت تعصبك وأحل شو قفك أحشو دنقارة أما الدنيا أما الدنيا وهلالو الدنيا حولها هاتو جاقها هاتو منصبها هاتو دنقارة وليهي بو هو دي سأرى عيا وتعصبية شيئا رير كان وحو تعصبية مثلا أما فكرة دان أما حزبيان أما كوح دان وحو تعصبية دنقارة وليهي تاسونا ويكان تا وإله سبحانه وتعالى وكشاق قال هذا مركي يعني رسولك عليه الصلاة والسلام أي بينين ويوجيهم بدن كود إنه رنشيغي لكن دن توضيئي الدنيا ذوذيئي إنه يسجب بينيان آياتك إلهينا أي ديدان فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون حكى له إلهي سبحانه وتعالى نوت المامي وحيا لبضن وحق كل حيه قفك أو كبدل ليه تعصبك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها سداد الرمض بو إلهي سبحانه وتعالى تلمامي أوقفك حقك اللحية أو لا تعصبه أما أتعصبه أو الرير كيسة وولا ليهيس والمادرتيس وعشيرة ديسة وقبيل كيسة وحكى لا تعصبك لدرقار حوله الدنيا إنه قفك سوء هذا وحيالة اللحية والاعتماد سبب النقطة تعصب كاس وحكى لتو سبب النقطة كوح وقفك كحرية هاي أما قبيل كحرية هاي لا مصير هاي لا شاكية هاي إيقان يقال كل حنولي هاي حق إيا باطل سيقون إيقي هين إنه كوح داس أما الرير كاس تاقيريو تاقيرياش وضو كمدي تاقيرياش إنا كمدي خلاص إما إيقيو عدة كلا أما ضدك كلا كسو أرجيدة وحا إي شيقية وحا كلا تقو كم ده سبابه ليسا قفكو إنانو آلاتك إلهي سيي استعمالين وحا إلهي سبحانه وتعالى بني آدمك كفضلي عقلك إيا مقلك إيا أرقا صدح نعمة وين أو إلهي كركبي بإنسانك إنت آنو الدنيا ده أصابه لبا آية ده بانكسو قادم النعمة ده وين تلماميس مدنا وحي تلماميسا نعمة وين او يكفر دو نعموين كان إلهي سبحانه وتعالى مدى كان وحي تلماميسا إنا نقفك هادلين فعل نقاضا ساقون أغان شاولاهين لا تاقير ولا ديدمو مدنا هنا نقاض أدور إلهي سبحانه وتعالى وحليه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إلهي سبحانه وتعالى وكه يدين قف والبوح كسوى يسوع علم الآن وعيدني السيئي مقل هي أرق هي عقلي ولينا ذي الله يقول ما هذه صان وهذا حقوق فهمتان وهذا حقوق قرتان وحق يا باطل كذا كل قرتان إلهي سبحانه وتعالى أمر يقف والبه سكتاجر معها قلضا أما كحضا إيه إنه عقل جيسة علمك أديك السدوة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد صدح دي ويحق النعمة اللي سيئي صدح دي بهدنا لقوق حكومية ولقوق قابية هدي أذن أديك سن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هذا فرصة يعني هكو هادلين قوان هكو قادنين تاغيرو يتاغيرالا عن مدنا
أقوان لآن، علم لآن، معلومات information لآن، دليل لآنتس علمي. قل هاتوا برهانكم، وإسلامكم إنا برهان قفكوا حكوا الشيقاء موكوا إلا وحا يقول تاقير هاتوا برهانكم. صلاة دوانسو قال نمبا وحو أيمي وما صحابي صحابي جليلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مركي خلافة الله إقمضي وحو أيمي من صحابي وحو يري كالي إرعا ودقالك إرعا أو يقول قرقار ذات كان يقول بحي أمركي جديدا وأجي هاي نن كان صحابي هاي نن كان لحظة ليا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكي رجع وهر إسلام كصغر وانت أصنع تاجر وها النبي عليه الصلاة والسلام نصرين جري ومن المبشرين بالجنة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم انت أصنع كيسكدر صدي وزوج ابنتي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة وأبو الحسن والحسين نن فضلك جارية وقت جاس متجره وعكوي رواية هي أنك تجاري يا جارية أخرج سيفي ورش على واحد بو ياري وحيري يصبح سيفتي سيفتي ولا صبح قلك حواك سو قسيبي مس سيفته ما بقى سيف وقري وقري يعني قل وقري وسيف أو كلا كده خشب أو قليه قلك قليه مركز وحيري ساس أنت وسو سيبي إن خليلي ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدرك النبي عليه السلام وحي أمري هدي أي فتنة ساس وكلا لعدد المسلمين استليان اتخذ سيفا من خشب وحد قادته سيف الله قاد خشب قرية واستجدت جي مركة هذا ربط مركة ومقرعي بيرو وش أصلا قادة ومقرعي أنا أنت قال أصعد ما هم مركة نين أقول قادة ميله هو بلاي سؤال يكسنة حبيري مركة سيفت هذه هذه قبة كلمة دينا مرة بيجي تقنية واستجدت جي أنا حواي مركة تعصب وكي ماذا وحياله وكي ماذا سين دل أنا قفكو إنه عد أطاعه يا رب بدون دليل يعني بدون شيء إنه إسك دقتيره قفك كلا واحد وشيء جاي بلنو دقيسته بلنو مقله بلنو أركه تاسنا متعصبكم ماله متعصبكم ماله واحد كلا تقو كم إذا أسبابها كيرة أضيق يقل في سنوات إسلام كنا وكدجا سدادة أرين حم وياهم في عينين تشددك أضيق عريري قلنتا أمورها أول عريري اللي قليه أول كوبه وحيالها تعصبك كيانوه أو مثلا قفك فكرة دي سيبا يعني واسعة هاي فكرة دي سي أما عقل جي سيبا وحانو قاضا الشرع هذا السلامك واسعة أيتها هاي أياك مقان مركا وحكفك إيها قفك أسو يسرق دين تتا إلهي سبحانه وتعالى وحو نوشه لي دين تن سيدادة إن يكون لسانتها يسري حرجنا عن اللهين وحعريري عن اللهين وما جعل عليكم في الدين من حرج دين تحرج ملي النبي عليه السلام أراد أن لا يحرج أو أراد أن لا يحرج أمته وحو لي النبي عليه السلام يسر وأمر عامة يسر ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا من نقصير كلي متعصب من نقضه قفك بشارين تليه وخير شاقاه متعصب من نقضه لا يمكن ولا أوفرس سببها كانه حكم إذا قفك إنه أسميسين يه قف متشدد أضيق لنع والبشي والبين وكفر يردنك حن تشاؤمك أضيق يقلف سنانت يا كفقان شهاء يسرق إيه فضيد أنت نبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أيسرهما مرك حتى هذا قال هذا للتعامل إيه هشي سيدة مركو قليه مفاوضات كي نيغوشيشن كمركو قليه وحو أهانجري وفدبعسن
يعني وحقبلي كرا وحديدي كرا يعني فضيد لنا أفضل دبع سن دتكو أي أسو جوك سن كران ما هقف مسكح ذو حرنته ما هقف مسكح ذو قفلنته ما هقف فكر كيسو عريرية أو وكجره ماليرو عريرية. ولذلك هذا يعني دتكو مركة أي ما ملضى إيو جامعاتها إيو ليدرشيب كيهو جانك يدتك مركة لودي يعني يقول كان هذا وستيكا وحالة يرى هذا قفكا صندوق كصباحو بنان كصندوق كفكر you have to think out of the box يعني out of the box هذا صندوق سكحرته وحلال المقلة وحلال دقي سنين حين فهمي كرتيت قوان مقلة كرتيت في عام دل لما هي شين كرتيد وحلما وذاقي كرتيد هذا عي عالم خاصه اسكلا هذا هذيك كلية كو خاصه عن حقنا مليمتر ودقائقهن حقنا مليمتر ودقائقهن أرنك أرن سحما دونك بني آدم كو حكون ولا ضم مع قاب ون ولا ضم مع تصالة إذا سوق هذا النبي عليه الصلاة والسلام مركي و يهود بني نضير ومدينة اللي جاي إجلي أي مؤامرة السمية النبي عليه الصلاة والسلام إن الدلال ومقالة اللي جا صاري مدام إجلي هشيسكي وحا كل منافقي كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن السلول النبي عليه الصلاة والسلام بوكو دقي وحو كقب صدي أو كقد دقي أرهن إنه أسي دايو لما كان يهود دا الأبطال إن قاتل وكديد النبي عليه الصلاة والسلام وكده جاي هر أجاره مرض النبي عليه الصلاة والسلام إنه كده جاي يراه والله إن هذا هلا كده قاقين هذا إيش ده إنه من كأي دافن هل كان كده قاقم إيش مرض إيش كده ضوي آخر كوح النبي عليه الصلاة والسلام هم لك وكده جاي قاض إداف وكده جاي إداف حكى له أجري مركي مكان لفرتي نبي عليه الصلاة والسلام حدد باجري ويري هل الدلو ملك استلقاها له لما تدي إسلام كوك استندرت وحكى مذها عبد الله بن أبي الصالح وعثمان رضي الله عنه قرابة آخي عثمان بسوك حيي وكان قداش السو استاجي نبي عليه الصلاة والسلام أمان قاضه وأمر كيهور اللي بدله ودل كيسا ليس كسيدا إلا عفيه لبصدح جربك علي نبي عليه السلام وكآموسي وكآموسي وديدنا الرنكة مرصدحاتك مركوك علي ودعي وعفيه نبي عليه السلام أرك دمو حكيري متكين هدوك علىها وانت أمر كيهور أجري ونكاس أمر كيكفل لها دلك أبي يا الله كاسينا من نؤل جبست رسولك الله حولي النبي ملها هذا خائنة الأعين خيانة ملها معناها أمر كيه رأو دلك أها وبدلي عافس وبدلي حيكو تسنسا يعني مرونة أما دبع سنان وقف كفرين يهي والرسول كان عليه الصلاة والسلام سو قائدك أهل ليدرك ليدرشيبك أما قيادة مسلمين تا دين والبا دين يا بولشو يا سياسة يا مامو لن والبا قدودي إنه لقد كان لكم الرسول أسوة حسنة سيدو أرماء أغفرنا واسع سنة أدبع سنة أعراضك لدون أغفرين يعني. إذا قفك متعصبك وحاكينا قفك ضبيعات أضيق إنه ليه قلف سن ليه حباء أنا قلن ليه حباء أنا دبع سنان الله هاي رأي ميل وكتنازل ميشو صوم هذا حط غنم مرة كدق أما ما رت قفهم ميشو كدق هلقو يوم ما هنا يا وح كلام له ويلقو أضام مرك هلقو يه لكن يسقي لقو إس ولقو يه أنت كلو كقو أيا كل جسي لقو إس قف ميل كدق هلقو يه كفى إذا أنا تاريخ ده لهم الشيء جنس ده وح كلام أكمل ده وقدم بينتي وحيالها تعصب ككانا أقوى يريد الجهل جهل يا كان حمية الجاهلية بو إلهي سبحانه وتعالى قلت الله
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. جاهلية يا أقوان ضرّضوا وحيك أنت تعصبك ننك هو يديسك عاي نبي عليه الصلاة والسلام وحكيري إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية جاهلية دي يا قندر هذه يوحي النور كي سيدت كي أن يلين وحود يبقى كوجرة هذا هو يكوف نكمل كو عاينة يسوع هو يدس كو عاينة يسوع مركا أقول لا أنت يوقف كو أن أقول شرع هذا الإسلام كو سيدة أي واسع أطهاي يو أقواش علماء أكل الدون يخلاف كذا، ولذلك أي علماء أشر دنجرين قفك فتوانية وإنه يقانا خلاف كعلماء يا أرادوا أبو حنيفة محوير أحمد محوير سفيان محوير أوزاعي محوير يا سابعين تبحيرة إمام مالك محقبة يا، لكن هدو ويان قرنين أرمهاس أنو قرنين هل كالرأي أما هل كالمذهب أو كل دقين يهي أمبالتو صنانا يا ركب ملكلته ومصعده مركز تاسوحة كانت أنه عريري قاله ذات كان عريري قليه متعصب كما حد عاي هل كان مذهب كليه يقان وحكى لباطل بو يقان إن يهين باطل إنما أرنكو أنا ساس أهينة علماء الإسلام أراك للدوان أي كو يانا يان أدل لذا سيئو فهمان أي خلاف بلاران كلي يهين كتب الخلاف باب الله إلى هذا هو أرن مهم والله برتو شرع الوقت ولذلك وحا وقود تعصب بضان ذاتك هو أقوانير ذاتك dadka ugu aqoon yar waa dadka ugu tacasub badan oo aan la celin karin badanaa khatarta iyo dhibaatooyinka tacasubka ka dhasha wana meesha yaani ay u socoto hadaradeen xumaanta ma halkan xumaanta u leeyahay tacasubka horta yaani waxyaalaha khatarta ku ah oo khatarta ay u leeyahay koo waxa ka ah تعصبك وحد إلى قفك فكر ونكسن إنه يشوف فرن أو open minded وحلا يراه ذا أفكار قلاد قفك مسكح فرن تاعي قفك أراك للدوان دقيسن كراب ما بدي دقيسن كراب قفك متعصب ما بمغلي كراب هذا لك أنت هذا ندم ماين وهو كوجس بودي ما بقول دقيسن كراب بينما النبي عليه الصلاة والسلام حضر كيسا وحاو إيمان إياه مشركين حيقولها الله يعني هذا الله تراب بدن ودقيسن إياه يسمع إلى أيضا ما يستعن هذا الكود يعني ما مجرها كهيسا ما سحر باكهيا ما حولات دونيسا ما قبلات دونيسا ما مضحتني ما دونيسا الرمان محاض وقل لي هذا يوحان أدريد ضدك كوك القيب السيء وقريش كالقيب السيء ما كسب ذنب ما دقي سنة يعني هرت في تعصبك وحود دلاء فكرك ونكسن وحود دلاء هل أبورك قفكو إنه هل أبور يشو فكرك واسع النقضه وحود إلى عقلك فيو ها فيو بان ما يشوه قفك متعصب كاي وقف عقلك حرية حجرية متجمد وحود إلى هرمرك قفك أما فردي individual هذا أما بلشدوة هرمرك هذا تعصب يا لطو هرمرك هذا الدلية تعصب كوحو كينا أما السبب النقضة أقون حمو أقون حمو قفك متعصب كاي وحال أرانا يا الشيخ هبل يا شيخ هبل يا شيخ هبل ما هنا عيد كلام ما دقيسن كرتين هذا تعصب تعصب واي شيخ هبل يا شيخ هبل يا شيخ هبل معلن هبل يا معلن هبل يعني هذا يدل للشوق هل كان يسويهم بيدل للشوق أنا متعصبين صار صوكلات هلا أرنا هبل يا هبل يا هبل يا هبل هاد دقيسن هبل يا هبل يا هبل يا هبل دقيس قف كان ملبك هو حريم هي قف كان أديق دلي يا بنت وادي شيء مرك آتي راه ضم بس كحد يسي أما عقلك يسي مرك هذا قيده إذا تعصبك وحد دلاء وهو كان أقون حمو وقفك أقونتي سي معرفة دي سي من نقطه وقان شهيس وحب الله عرم من نقطه وهو كان كلاق قبنان نتكلقو كلا حرحره يعني صناديق يرير قفل لي يرير وضادك حرانيا قفل قاسوك حرنانيا ماشا صندوق عيركا ويلبا ما يكبر يرى صوماليه مالين دويت رمضان كاد انتهى كتشوه إتم واحد شيخ بالبحر
هي او قف يرباط هي ها قرون مقشي شيء خاص كذا مقعيا لو شيغيا دور قف امس الشيخ وقت قالنا بلد بلد كان ما نقول شيخ حسن قال بس مقعي سمق ايوه يا كلات وان وان فهم يا مرك عذرك هي قف يرو دنيا لبات انجري شيخ ابن المتقان ها شيخ ابننا ها اوكي واي رنك كلام مرك محمد شيخ ابن المتقان اسمه ما مقش ما قال لكن ما في عنا كاس هي شيخ ابن المقش كاس ما قال ما في عنا هي شيخ ابن اسمه ما مقش شيوخ مسلمين هم ويدينا يا ما هو صومالي ما ها اسمه ما قال ما في عنا طيب شيخ دنتي او هم ويديه هذا كور كتب بدن له اسلام كان كاس ايت وا ما قال توتيس ما في عنا مركز ما في عنا او مياد اركت هذا كتاب كيسا ما اخرس كتاب كيسا ما اخرس كتاب بدن ولي هي صدن كتاب كبدن مدنا ما اخرس سيبان كو هل مدنا ما اخرس مركز يتري مايا ما اخرس او سيكو حكمتا اري انا تتراهدو ما في عنا يا شيخ ابن البايري او شيخ ابن وحا او كقريا اسغا سي او يا كسي اديك كيري ما وحي با كوي مي كيري شيخ ابن كلي كدغيس سو شيخان وشيخان عدو من نقن كرو سو بادل كما شيغي كرو سو كما حد غدبي كرو سو وحا صح ان كما شيغي كرو يا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سو لو سو حتى انه بستماها وا ان كو يرقف يربط هاي ولي دلين يرتهاي عقلك يا قفلين ميلنا كو قفلين هذا دوني سقفك هنا حكم كجارتنا آخر بالهرت وحي وحي لقى شيء وحي آخر وحي بناك يالي مركع كو حكم هذا دوني سنا حكم توه حكم كيس لقوم بدر سنة أضطك إنه إنا نحكمه أني راهنا كنا النار كجرا كنا جنة كجرا كنا سانا لأنه بدر سنة لكن هذا بدوني سو judgment حكم هنا صمي سقط قاضي وعادلوي كانوا دقيستا كانوا ودقيستا مركز الحكومة هذا دوني سبب أنا وحكومته شيخ خاج وحكو شيخي أو كبير إنك أز كتبتي سوا باطل كتبتي سوا سلاس كتبتي سوا سلاس سو ما أجد بالعالم الإسلامي كتبت اللايبراري هذا قشو مذاهبتك للدول كتبتها دي باطل يقولوا حلقة يا بعدين وحسك شيخان وحيا له كتبتي حتى مذاهبت باطل كأه بالمرة عصنيت وهذا تفسير كمثلا القرآن الكريم كأذ قشو بقلال تفسير بدهليسا قرآنك ابن كثير بدهليسا رأيي السلف كمثلا سرعصا زمخشري بدهليسا معتزلي كبعي اعتزال وصفوين كإلهي إنكرية لابد تفسير با مكتبة دوية لين لايبراري دوية لين زم قرانيس لما أوران كاس نهل قبو وبنانك هل قطورو لما أوران محادة علمية كلا اللغة فائدي سنية اللغة اللغة فائدي سنية بيانك كلا اللغة فائدي سنية لكن باطل كيسا لغا الله حنايا وحاك وضع مركا وحيالها وغو خطر سنو كانو تعصبه وحاكم دا قفك إنو أقوان درقو ريدو إنو قوقوه إنو ماركتاي فكر كيسو حرمو وحاكم دا تعصب قوحو هرسيادة عداود إيا النعايد إيا إسنعيد إيا قورسي ومدى لحدة يسيسين قفك روحة وفلا إنه يصو أما قرصده قفل الكيسو مسلمة سيد النبي عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يا كو حبل أما قبيل هبل يا قبيل هبل ما لو تقبر بورقة السقر توحي تري هو يضي وحي تري ويلك أهدى قرصة رير هبل قبرك انا ايمان ميسد هوينا كومي غيري ده حتى ايمان ميسد يا والد واي انا قدر سو بارو نقطوي ترى الله ما دافي كره مرنبا لكن محويها واحد دفعنا يا هويضان تعصب واي تعصب رير هبل باكو جرا وحي ارغتا ايد رير هبل هديت هاي ان رير هبل كسريان اما كفيعي أما وحكم مذيين ساسي بسؤال مركو يقور سنسا أما ويحق ريس تعصب كارد له وحيالها قرسي يسنعيب أيو دلا وحو السببا تعصبك وحو السببا والسبب النقضة كلا قيب السنان تتفرق أمض
إلهي سبحانه وتعالى أمضى مسلم كه وعروا المسلم أخو المسلم تدوى الله مسلمين إنيهين اسكدوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن تعصب هذي أقيب سمان عربي يا تركي يا صيني يا أفريقي يا بربري هذي أقيب سمان أمضي مجريسة. ولذلك أي أمضى يعني هل كي دولده إسلام كأهيد هذا كنتن إيو تدبا مسا كنتن إيو سديد دولدود أي اللو قيبية أما يو قيب سنطيب سبب تعصب وحكرا له دحدقة تعصب بالله دحدقة كان هو جزائري كان هو صومالي كان هو سعودي كان هو كويتي كان هو مصري كان هو كذا وحصل من اعتبارات هويرات مرة مل إيكجية لين حدوده ذي جغرافي كلنا مجرد تاريخ الإسلام مجرد استعمار إيه الشيطان إيه عدو الإسلام يبقى إيه واحد أكل السمية أكل قوي مصري وحنا عيا سعودي سعودي وحنا عيا صومالي صومالي وحنا عيا كي كلات وحاصو لم وحكينا تعصب للقوم للوطن قد عير جغرافيا إنه قفك وتعصب تركيا هي عربتا وهن كل وكر بيتعصب تركيا مركو هر تركيا كبل عربتي دولة الخلافة السنة دي قدمي عثمانية وحاكو بلو ديني عربتا نعان و تركيا يلا سمي عنصرية أما عصبية تركيا طورانية اللي يراه وحلا أبوره وحنا كدمي يعني عدو الإسلام كدمي يعني كو أبوران وزيرين نقدين أو كان نقدين دولة عثمانية وحي كان نقدين مضح بي كان نقدين أقا سميال بي كان نقدين وحي أبورين مركة إن قوميات كالة لحميه أو إن تركيا كهو سيان لولا دقمو تيس وحي دم يصير رياكشن فعل رد الفعل بس ما يصير عربتنا مركا أي قومية عربية أي كرلاتو أو ذكر كاس في هذه السنة أو يبغون مركا تركي أي نعم حكرلاتي مركا إن إنجليزكو وصدره نن مخابرات كيسة ضابط كأها أوفيسر أو إنتليجنسية إنجليزكا كم ذاها أو لورنس الذي يجري أو لصدره حجاز إيه مكان إنه يمادو أو عربتي شريف حسين وهو قامناه وانقضه ننكرن أو لطليها أهو كسلطان وهو قامناه وانقضه وسوء أبابلو سلو جبيو دجالك كواد دونك لو جبيو تركيا لو جبيو مركب بالله الله سيا عربتي تركيا لسكهر كانوا ضد ولا لا مسلمين هاين مركب لسكهر كانوا تاسين اللي يقول يستي تركيا مركب عربتي لو سوك عيي وقومي عربي لسمي كحروبة تركيا الاستعمار التركي باللبحية مركا فيري اصطلاحاتك حتى مقعيضة سيدة اللب الدلية قف مسلمة ودول مسلمة حكومة يا استعمار لما يرحضو تركيا مركا قفصتي مصر عراق ودولك مسلمين تا خلافة اسلامية دولة دولة واحدة اي اهيد دا الدولة ده اسلام كو سوجر جرى عباسية سوجر وموية سوجر مربا دولة دو قفصانيس عثمانية يا تركي دونا ساسو قليا استعمار لما يرحضو لكن استعمار حالو مقعبا قلوينكا أجنبي جاه مقالة دولك مسلمين تقبصلي لكن دولك عرفتوا حلوها في الاستعمار التركي إلى هذا اللبحة أو مصر إلى غير هذا استعمار بين قيست. مرق واحد لنا سكر قيف سنان ومضي أو عدو جيد ومركا وكل يخده أو دولك هذه كلا قيف صدوا وأنا سيد العضي أو دجالك كواد دونك مركي وماضي تعصب تركيا هي عرفتوا وح اللغة فإذا استي إن دولك مسلمين تمرك على كلا قيب صدو إنجريسكا وزير خارجيه دي فرانسيسكا وزير خارجيه دي أي شراء أو أي كلا قيب صدان أدونك مسلمين أدونك أنت قاطع قبل كاين قاطع أدونك ليبيا قاطع أدونك الجزائر قاطع أدونك مراك قاطع أدونك لبنان قاطع أدونك فلسطين قاطع أدونك مصر قاطع أدونك ساس لو كلا قيب صدو موجود. ونفس الشيء وهذا الصومالي كل عيسى هي ضوى وكسي هوسيسا او حقا سوحا هي تركي يا عرب هل كان وصومالي كلي جيدة تعصب صومالي كلي جيدة رير قنصة رير قرع يا باتيه انت صو قبا انت صو مارت ايدنك بالليده ايدنك قولدان ديك سيدنك قولدان نعيب وحا اوفلان عيب تعصب كوحا اوفلان عيب وحا اوفلان يعني ان لبدا كلا تعصب ايه مسلمين تعصب كلا قلي
وهذا الصومالي ده نمر كان أوفر سنة يعني قبائل كهذا الشجان هوي دارو إسا كذا مش عارف دقلي مرفلة غير كيس هنا كل جود يجو أنا وحكوه الشين كرين أي كلا تعصبان لكن مثلا إثيوبيا مركي أطلي صوت لما أنتوا هين يهين لما أنتوا وهين لما أنتوا وأقول يهين كان يوحي أطلي صوت إثيوبيا وحي أطلي صوت أوغندا وحي أطلي صوت International Community وحي أطلي أقول يهين لكن يو اسمه الله يو اسمه الله وتعصبك أصلا تعصبك يا مركا تعصبك حكرنا الشاه وما ذكر الجو هذا على وده على وجدنا إنه ضمعه وحكينا هو ضبيت تعصبك وحكينا قفك مسلم كدنبية إنه لحد باش بالغير هبل لجيسو غير هبل مركا كشاكينا يا غير هبل ما أنت سيلي غير هبل وحاسي وحاسي هذا محن مغلينا أيد لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منه قال الذين غير هبل أرادل بقى إذن كبوا حدا إذن كبوا يا حق أصنا وحا كل جري كرتا ضد أخيار مرك أخيار تاصر لن ما إلهي بقى له ارتقي سائنا العيض ورير هبل كو عيض رير هبل أخيار نواليهن أرادل نواليالن كران أذيقنا أخيار نواليالن كرتا أرادل نواليالن كرتا إن أكرمكم عند الله أتقاكم حقيقة أمرت رير هبل ما أنت هسيلي رير هبل وحاصل لك مقاطر رير هبل صداسي صداسي ما جرت تاسو مركو واحد كانت قفكم مسلم كها حن إيو نميمة هذا الكلام قادد إيو قرص إيو ضرد طعن في الأسباب لضره لدك نصب قوضة لضره وحاصل لنا هو الدنبياء أمور الجاهلية والنبي عليه الصلاة والسلام قال أربعة من أمور الجاهلية وما ضيذ كما تقيسه يا ويكم تهي إني إسقرصدا إني إسطعنيان بمعنى إني إسدران وقبيل إسقدران إخواني الرماء هذا أنشاء أنا أقول قيب سنانت فكر حمضة عقلك السليم كأهو إدشوه وحن أم لينا يا إنقو إني نتصالة النهي صومالي هدينو النهي إني نتصالة النهي أو تعصبك قبلي أه مالين بمالين تقول له شو أما تعصبك إقليمي قا هذا تعصب قبليسي هتا بالله نقول بلاوي أو مر بموديل قال لأنه بدلية مالين واحد اللي تعصب قبيلي هالله كلا جرجرو رير هبل رير هبل رير هبل مالين واحد أنا قبل قبل هالله كلا هذا حقيقة هاي قبل هبل هذا هنا استيد هبل هذا هنا استيد هبل يا قبل قبل الله دولة قبل أديوه لقمة عابوا أو حبانك كتشرين في أندلس مركي أي كلا قيب سمي سي بربريسي هل دولة بيهيد مركي قوي جاهيد أو يورب أي مارك تي تأثير كأي علم كأي وناك كأي خير كأي تسنيسي مركي دم بنا وحي وقيب ست الدولات الطوائف وحلي راح دولات الطوائف هل كي دولة وحي وقيب ستي تضبي اللباتن حكم أو كلا قام بي وقيب ستي دويلات الطوائف بلوبحي دويلات بمعنى وتصغير دولة دولة ما هو الدويلة هذا واحد مقلسان صوماليا لأن دولة قبلات كهبل دولة ما هو حاصل يان مسكح دينا لقو عيارين يان عقل جينا ضد مسلماتهين فكرة دولة لما يرى هذا واحد ودويلة شاسوا دويلة تصغير دويلات الطوائف بالله يقان مركة تاريخ ذا إسلام كا وحيكو قرين تضبي اللواتن كاس قبل أو اندلس لقيبي انت عن دي القادن إساقور نمبا وحال لقيبي دويلات الطوائف إسلام هو حوانات الدويلات أنك مركة دولات ما ديهي كارنا دويلات بالله يلاح مركة دويلات كوحو التمهيد ويها يكهر ريا تاريخ ذو السدين نبرا يصوه إن dadkaas xariidada ka baxana la waayo waana sida Soomaaliha hadaynaan ilaahay in gargaarin oo aynan inagu ka waantoobin tacasub oo u kala tacasubeyno gobol hebel iyo reer hebel iyo qabiil hebel iyo waxaas hadaynaan tacasub kaas
وإنهم كفر من وتمهيد أما وحي أتهي جوجل حار وحي أتهي إن لجوايو بيكتشر كا خريطة إن لجوايو وحصو مالي اللي راح سدي أندلس باللواي أندلس وين لجوي نيد وين نجا تاريخ بدنيد وحن كنا هاي ما بجرت هوايرات أنا نجا مركز الصور مركز أندلس غير هذا تاريخ الإسلام كوه على غير هذا الفردوس المفقود فردوس تي مسلمين تكلون طيب على غير هذا أندلس سدد قرني باوحة كصوب حي وحركم ياله وعلماء هذا ركتين باك صوب حي وحاصل دمي أثر بعد عين بين قطعي بسبب التعصب مركي هارة بربر يعرب بلش بلو خلاف كله وأبو رمي طب أندلس ولا وقال المسلمين تنبا طارق بن زياد أو قادة دي فرتي أما أبن دولياشي فري أندلس كم ذهب بربري ها يعني قبيل كان بربر كلي الجزائر دقة مغرب قيبة كم ذا عربنا ويلا سعوتيس موسى بن نصير يا عربتي يمن يا الشام يا كتري انتو با مسلمين بيكون مدى يسناي ساسا الدولة دو كل سنت مركي الدنباء هدنا وحلو قيبية الضوائف دولة قبل يديوه يرير دويلات يرير بلو قيبية كدبنا ولا لو ريقي حا دعي صابت دعيسة دويلات يرير مركي النقضان ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم عذابك عظيم كأوحكم إذا الدنيا لك آخر كهر إن عذوك قبصده إن عذوك كنتروله إن ضلك قاته إن حولها هنتضادي قاته تاس عذابك كم إذا عذابك أنك هدى الصومالي ونقو أوقيني رنتاني دين شيقية كونفر ريرها الجوغة حما هستان وقوي ريرها الجوغة حما هستان بري ريرها الجوغة حما هستان قلبات كوة الجوغة وحما هستان عذاب بيكونوا ليهين وين كقتيهين نعمة إلى هايسي وحين وقتيهين كل قوض حما سوين كران وحنا من نقوم كران وحن لان كأدمغ ليسان لان 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 أو حتى لينسو كرناي والتمهيد لقتل جينا ذبح جينا واي سيدي اللي كانت تخلص إلى أدوم خريطة اللي كانت صار لها إذا كانوا كفر أحسنتين هذا تكوع وصب أساسيس عاو يا حلقا كوش رأي غير هبل باكوش رأي قربان بيت من أيها هذا كويي كوالي هذا هذا برنمين هذا أنا هذا بنوع صب تهيبا وحي كوي صغاشن كي دادك قاركي صب بلا بين أما سديتن كي دادك قاركي صب بلا أنا هذا بلا بين قيلي هرميش ومرا مرينا ورميشا واللغوهم قوي وحاول كما صوبحين وحكا صوبحين مجر وحوين رادي صومالي رادس دان صومالي يا إسلامي من رادسا وحاول كن نقول ميسي رادي حبيل هذا حتى قبل ميل نقول يسو وتعاون يسو كوك لها كقوئين ولا لها كقوئين ولا لها راع لطشو وحويدي كلا فائديستا يعني dibaato ma yeelato hadii dadku takhasus ay yeeshaan gobol hebel adigu maamul ana gobol hebel baan baamuli ana gobol laakin tacaawun baynu leenahay walaaltinimaynu leenahay iskaashi baynu leenahay hal maamulood baynu leenahay waxaanu ka wada tashanaa baynu leenahay dibaato ma yeelateen laakin saa shaqna tacaasub baa jiro tacaasub waxa uu keenay reer minan reer walaal gobol hebel inaan gobol hebel hadda sawma ah sawma jirta hadda goboladina mas been been sheegaya miyay isu talaabaan maye isu talaabaan ميه ولا هذا لا ميه وما ولا هذا لا ميه وحس ويديان حكت الشدان ميه وحكم الشدان كو وجه الرئي ولا سمي لا ننك وجه الرئي ولا سمي ميه وحس أركان ميه ولا الشران سومالي لاند يبونت لاند ما الشران أو ميل كل شرائس ما مقشين أو وحس ويدينا يوم ما مقشين وحن لي هاي صريحة بان يدين كل شيء والله إني لكم للناصح ما هو حان يدين شيء إنا وحيد كجربه وأن نصيحه كوي إن هذا الصب لا بيا قالي هر حقو حكفري دمان وحول تلين دونا هذا بقى تلين دونا من يلان دون توه مسلمين تو ملك لا أو يودا فيس إن يسوع نقدان وده جان مركو كقة تنتين عذاب كوي أيضا إيش يكتي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وتذهب ريحكم
وتذهب ريحكم، يعني قوتكم تذهب، قوته ماها عسكري كلية، ماها ملتري 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 كلية ماها، وحواه ملتري قوته وين نقطة، دقالة قوته وين نقطة، علمي قوته وين نقطة. إلهي سبحانه وتعالى النبي يوسف انت انا ودولك قعنتي سجلين يحكمك علمي وقعنتي سجلين ودولك كهانتي علمي قاسنا وحكوت المامي إلهي تمكين تمكين إن لو مكني نبي يوسف. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده انت أنا قارن تمكينك وشيقة يا آية دكوه الرئيسة انت أنا قارن حقس. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن تمكينك علمي بالنقضاء، تمكينك سلطة يقوة بنغضاء، وتمكينك الضمو إلى هالشيء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. أمر كيس أمر كان صغنية تبوأ منها حيث يشاء خزائن تيور نمبو مركاك عمتك وهي مصر كاس هو تمكينك نوع تمكين، تمكينك علمي بنغضاء، تمكينك أما قوة وحين نقطة ملتري وحين نقطة علمي وحين نقطة نقالة. انت به متعصب كوينية قوة علمي ما يلنكر، قوة نقالة ما يلنكر، قوة ملتري يحوق يدولة يتمكن ما يلنكر حقود عاي عذاب هذا ارتامبا صان شاقي إنه لول كأنه وينك قطنا هيدا تكأننا وأكون قحطيك خامن ككجرة مع إنه حبت أقوين أنجا أن لأن هاي أفريقيا أو خيرات كي يبدل لقى سارة أي كوف فلانت هاي سومالي أردن يكب ضمبا أي كوف فلانت هاي وبدل كليه هذه كشقيستان لول كودا سن بدا أي كوف فلانت هاي هذه زراعة كشقيستان إسكاد يلا كوف فلان بيرتو سديتني يا سديدي إحصائيتي أي سمايسي وزارة بيرها الدولة الصومالية مركات شفتي وحي الشيء قيسا دولك بيرات كالصومالي إنه بقولي أفرتن مليون قوضين كارو بقولي أفرتن مليون أروح إنه قوضين كارو وول بانكا أما بانكا أدونكا سيدا أقران هذا تقارير تيسا دولك الصومالي ذا بقول كي بس سديتن بقول كي بس سديتن وحلقو تلمامي كرا دول وبنان إن وحلقو بيري كرا دول بورا لها النقضو دول بنان هكلا يسو هكلا فرتايل يهكلا النقضو لكن نوع كستبا هالنقضو أما مراها أما قيد مراها هالنقضو أما وحكلا هالنقضو إن وحلقو بيري كرا قابل لزراعين وياه. الكلام وحنا كوايا. نيويورك تايمز. لحية طبنكي مارس. لحية طبنكي مارس. كن يسقال بقول يلحدن يسديدي. جورنال كا نيويورك تايمز إلى هدا جه. أمريكان كا جورنال كا وجوين وايا. وحي قرطي لحية طبنكي مارس. كن يسقال بقول يلحدن يسديد في انجليزي ما كوخرنا ديست بوكو قريه واشنطن نيويورك تايمز محمد ابراهيم عقال الله نحرسته نكي دي مجرى رئيس الوزراء الصومالي كان هنجري مرقد منا صومالي لاند ما دحوينه بريمير اوف صوماليا مركز رئيس الوزراء announced Friday وحوش شاقي مالنتي جمعها the discovery in الاكتشافي of major uranium
and other rare mineral reserves in his country. حوش أجي جمعيه بير هذين وأمركم بقشوك جوجو بندع وضن كاس إن لا اكتشافي يورانيوم إيوه معادن كلا أو نادر وضن كيسا ريزيرفا احتياط لقوا اكتشاف إقال هو is on an official visit to the United States أو بقش الرسمية كجوجة مريكان said wuxuu at a press conference maha shir hoose iyo meel hoose maha press conference mu'tamar sahafiya shir jaraa'id bu ku sheegay press conference at Blair House meeshi uu ku qabtay shirka that US niga hadlaya waa ra'iisul wasaare maha qof caadi ah that US Soviet and other foreign mineral interests are now negotiating for extraction rights. Waxa hadda mufawadad ku jira buu yiri Mareykan nugula jira mufawadad Mareykan iyo Ruush iyo kuwa kale oo doonaya xuquuqda soo saaritaanka uranium kaas iyo macaadintaas soo saaritaanka The 38-year-old premier, Sudan iyo Sidid Jirka, Raisul Wazaraha, Marka Daniyarwa, said that the deposits, Ihtiyad Kuchir, had been discovered recently, or haddalla iktishafay buyiri, mardo, by United Nations geologists, or ay soo iktishafayn oo soo saarin, wa lihdan iyo saddexdi, ay soo saareen lixdan sideed diban dheer ay soo saareen geologiyinta United Nations ku dhowaan buuya he was guarded as to other details tafaasiil kale inuu sheego mooye doonayn waa laga tujiyay joornaalka marka tacaliiq saaray joornaalka ayaa tacaliiq saaray wuxuuna ku soo saaray safxadiisa iqtisaadiga ah ama waxaan ku sheegaa dhaqaalaha industry resources belief baydaan marka waxay rumaysan yihiin masaadirta dhaqaaluhu waxay rumaysan yihiin yacni meelaha dhaqaalaha adduunka laga mahmaayo that the uranium deposits may exceed a quarter of the world's known reserves of 800,000 tons. waxay yiraahdeen dadka dhaqaaleyahanada ah iyo sanaacaadka waxay sheegayaan belief waxay rumaysan yihiin that the uranium deposits ka Soomaaliya ku jira may exceed inay waxay u badan tahay inay ka badan tahay quarter of world's known reserves adunka uranium kiisa reservesa adunka odan rubuciis inuu ku jiro Soomaaliya quarter of the world's known reserves inta la og yahay adunka oo 800 oo kun oo tan oo uranium ah adunka ku jira quarter keed inay ku jirto wadankiisa making taasoo ka dhigaysa midheen the find in Somalia the largest yet discovered intaas oo gaabanay qofki doona ugu noqdo New York Times bishii March 16-keedii 1968 okay waa 25% of world reserves Norway maxay u daba joogtaa arrimaha batroolka Kenya maxaa xiriir uga dhaxeeya iyo Norway baaritaanka badda oo agreementiga ay u gaareen inay Norway baad Norway saad ogtihiin wadamada adduunka ugu horeeya oo ay batroolka xagga badda batroolku qarna waa badda qarna waa bariga xagga badda
waxa ugu horeeya taqriiban Norway adduunka batroolkeedana North Sea bay ka soo saaraan oo ogtihiin reserve weyn inay leeyihiin. Norway waxay heshiis la galeen Soomaaliya 1973 safaaraddii Soomaalida oo joogtay Stockholm ayaa mas-uul ka ahayd eriyadan. Safaaraddii Soomaalida ayaa negotiationka la gashay Norway. Stavanger shirkadaha jooga oo batroolka ayaa soo baxay, waxay tageen Soomaaliya heshiis baan la galay inay baaritaan sameeyaan badda Kiamboni ilaa Kismaayo ilaa marka agaarkeeda inay ka sameeyaan baaritaan. Stavanger shirkadii joogay waxay soo direen markab wayna maalgeliyeen $10 million iyaga ku maalgeliyay Soomaaliya heshiis kula galay inay baaritaanka lacagtana bixiyaan. Way tageen baaritaankii bay sameeyeen. Muddo markay wadeen waxay soo saareen report bay soo saareen. Reportkaas Norway shirkadeedu waxay yiraahdeen sida soo socota: baaritaankii aan ku samaynay ilaa hadda meelaha aan gaarnay waxaanu ka helnay 3 god oo waaweyn. 3 god oo waaweyn ayaanu ka helnay. 3 god ayaa waxay ka badan yihiin reserfaha Norway oo dhan. Waa warkii shirkadda. Waxay ku soo saareen newsletter call ay ku soo saareen warka. Waxaan ka soo xiganayaa secretary-gii safaaradda Soomaalida ayaamihii aanu badda arrimaheeda contract la sameeyay oo maxaan ku sheegaa qoloyinkii hore oo ku meel gaarka ah ay Kenya la saxiixdeen memorandum of understanding in maaragtay kada kada oo jiro khilaaf dhulka iyo badda iyo xuduudda iyo waxyaalaha lagu banaysto. Ilaa haddana socdo aan laga harin. Ayaamahaas ayaan aad iyo aad baaritaan ugu sameyn arrimahan. Waxaan ku ogaaday ninkaas oo raggii aanu la xiriirayna dadkii badnaa ahaa, wuuna qoray, wuuna ku publish garay internetka in uu isagu markaa ahaa safaaradda Soomaalida buu ka shaqeynayay. Waa shaahid cayaan taariikhiya. Holland buuna ku nool yahay ninka, wali kulli nolol baan ku ogaa. Waxa weeye markaa United Nations waxa la yiraahdo adduunka illegal fishing ugaarsiga kalluunka oo sharci darrada ah. Dad waddankiis intaa timaado aad Mauritania oo kale masalan West Africa ku taala waxay qandaraas ku siisay inay dhulkooda baddooda ka jilaabtaan ka ugaarsadaan kalluunka shirkada Yurub ah. Maxaa Yurub baddeeda iyada waa la joojiyey waqtiyadaas. Maxaa dhacay? Baddii waaba la xaalufiyey xukuma harin sidii loo cunay eber waaye. Annaga xagga wali waa buuxa, inkastoo hadda 20-30 sano eber laga dhigay, lakin wali waa jooga, wali khayraad badan aa jira, lama dhamay kara. Meeshaan 400 sano la cunayay halka. Waxay ku siiyeen wadamada Yurub qaar ka mid ah bay contract kula saxiixatay iyadu maadaama ayan aada u soo saari karin iyagu inay meelo mucayana ka jilaabtaan. Waxayna ku siiyaan 300 milyan lacag ka badan oo euro sanadkii. Innaga intaa in leg baa bilaash loo qaataa, maaha aniga arrinkayga, waa United Nationka. Weliba taariikhu uu soo saaray Axmed Wulad Cabdalla, ninka dhihi jiray bergii markuu ka hadlayay illegal fishing, wuxuu yidhi 800 oo markab oo sharci darro ah baa ka shaqaysata xeebta Soomaaliya. Inta ay dad Soomaaliya ama maamuladan yaryar ee daciifka ah qaarkood intay iskala heshiiyaan 1 milyan loo tuuro, 2 milyan, $3 million, 5 milyan oo dollar loo tuuro, ay kula heshiiyaan wax yaro kooban waay oo beelahaasu meelaha ay degan yihiin, ninka warlordka ama ninka ugu maaragtay muqadimka ama maamulka meesha jooga xoogaa intuu maraakiibta la heshiiyo xoogaa yaro sandareera loo tuuro,
وانت اوغو يرو سومالي كسو غارت انت اوغو بدن بان يرو سومالي كسو غارت لكن وحي كغورتان ايغو ان كبدن هاف مليون سنه كهاف بليون هاف بليون سنه كي او لاقتا شنت بقولو بليون مليون او دولار هاي كغورتان واي هي ولا ريال كما سيدارانهاي سومالي ماركا تعصبك وحو نغا غلاي دينع كستا تعصب ديني حق الدين ولا ادري انت صفر قضات انا والله الله حتى قركود ما قال ونوع تعصب انا اس اركان انا وح ولا ناقشان ما قال قركود وتعصب باو سببها تاريخ الاسلام كان تعصب كاسو وحو سو بلوداي مذهبي اهي ومذاهبته اي حتى اسكو تعصبان وحصب ما ولا ددان مساكين تا هدا او جوجه كما بلاوان وحقوق بلهودي قرنك صدحات تقريبا مركي لقى صوبحي أي إسلامك مذاهبته هرؤ ولاد مالكية ومتعصب يعني تعصب نوع تعصب وحيري إن جنازة ذيلا كتابك هبل لكينه وكتاب محدثة محدث ابن أبي شيبة محدث قرنك صدحات نولاوه لكن إن كان أرقى سولدي الرسيحي مدح ضوفار إلا صارو جنازة إذا بان كتش على هيبو يري كتاب كهبل إلا كان أنو دادو الشيخة وفقيها وحتى عصب كاسو للي إنو يرهضو ولا فقيها فقيه ولاد إنو يرهضو مذهبك أبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة نبري بقية حديث كستأخ خلافة ضعيف وي حديث كضعيفة ما رأيك حديث مربها ضو خلاف أصل وحا مذهب كيس حنفية دو حديث كخلافة حديث كضغط كتور بكلية إنا يرى هذا تعصب كو لقارو ويلك حنفقة قبر الشافعية ذي هي قيانو معها أما قبر حنفية ذي ويل الشافعية مذهب شافعية هستا قيانو معها وانحطاتك مركي مسلمين تأي بربريين وقت يدي بربرك يا بابا كيو كالاتوا يهدو واحد تاقن وذا ذهبل مساجد كيسا هاتيقن هادا قيسن عرورت أن يورب جوكتبه حتى الله شيقا أوه وحان قول له هاي قبل هاي دان يرضى يدي مغليان أما وركن أقاري الدون ولأنه يقف الكوحرا أو فرياش أسوق هذا مجره النبي كدم بي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كل يؤخذ من قوله ويرد وذات كاقا يا وذات كلبا وحنا والله قاتا وحنا والقو ردية ساس وينا أقاتا هذا سأق شيخا وكو احترام تعصب كي مركي حقا ونغا صوق علي قبائلك ونغا صوق علي قبليسك ونغا صوق علي أرهمها صوردن نوما شقين ايا محادا ونغنك ولا ليا وحان تلمام ايا شن قضب كليه واركي قا انكو صو ختم ايا او نغنك را داوئن اي ان نقضان تعصب كاس علمدنا اي شاقين كو طاعدنم إيه بادي قوبك حق ميش أجر مرول با وسببت أكواد أولاك قبد بادو تعصب إنا طاعدنم يا إخلاص إيه حق دوني تانكيس إيه جعلانتيس إنا درادي نيس ميش أكواد أدو حق مركا درادي صوت بادي قوبت أخريك أخريك فيري لقيسو عندنا يميركو وحيران حق الرادي بعد القوب تاسوحي داوء النقطة تعصب كإنات كالداوود وقضبك كواد قضبك اللباط أقونت علمك يفهم كوناكسن الدينت دينتو إني قواعد لذا إني أصول لذا إني واسعت إني حرج لهي إني بحر عميقة أوشن إني تهي يا إن أوجاته داو وحي النقطة تعصبك والرأي قال كليه يا شيخ قال كليه كم عجبيه
وفوق كل ذي علم عليم. أرنك صدحات وقانشها واسع نمذا الشريعة إيه خلافك إيه مذاهبتك للدوان علماء الإسلام إليهن وحي كانت فكرة دادية مسكحة دينا واسع نقط هذا تقانو كليا مثلا هذا سؤال بذان بين نوي ماذا ما نول تقريبا أما دور كيب بريبة مر بي صون نقطة وأنا سؤال قديم ولي قد ما دمان نينك يقو حلية هاي ويسادا إيجا جبيسا قبل دي وحي لاذا هاي نينك يقو حلية هاي يسو دوان ويسادا هاي حرنطاي هاي يسو دوان قبل يا ونين إيه هاد حاسكس ياكلا دوري كرا ياكلا إلا لنكرا شكرا هادي قشو ويسي تابان هادي سوس عطو ويتابان هادي سيس عطو ويتنكنا وبودي حلية هاي ويسا هاي دوران ويسادا بات إيجا جبيسا كذيات بالقوة نوري وسؤال هل كانوا نينك سهدو أوقيا هاي مذاهب تعولي مضى يأرق أو حلا قل لي يسوي هل من البكوس أو كري هل شيء مو يقان دين تتاسع أطه كلية هدي أو أجان لها شرع عضو سي واسع أطه أقواش اللي قل لي هاي هير كان مو ينقارين تعصب كاس قلوك صد أفراد وحويه إلى لنت ولا لتن ماذا إنما المؤمنون إخوة كسر ريا مجران أصل قوة ولا لتن ماذا إسلام قبيل كي حزبي كوحضي مذهب كي كل ويكوه صيان وحكس الرئيسة إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم تاسا كسر الرئيسة هذا واحد جوجه مقالة ضد آن كسلامهن أما مقالة أما ميل كلمة جوجه ما هذا عيو حكوه اعتقاد سنية هاي إنا تهاي بدعي أما سا وبا كبان نيسان وبا كدلي با ديقا وبا كبان نيسان ما هذا عيو كبان نيسان ديقا وهذا خلاف سنة هاي دينتي بات قرام Okay. ولكن ماذا الإسلام كو أصل واي؟ أقصر رأي مجنى مذاهب تن إيو كوحاهن إيو قبائل كن إيو وحان وي كهو صيان هو صوي مركا وإن لتحق ليو وإن لتحق ليو احترامك لبدا قفو مسلم كايس كله تاسنا وحان وحان لدونا حقوق دا مسلم إيو قفك إن تكو احترام ترأيك كادون قضبك الشنادنا إن أتكو عبر قادته دعدوين كبني آدمك إيا أدونك وحكا دعايا إيا أغانشها تاريخها ضدك إسكو تعصبي أما إسديدي أما كلاك أي أما إسنعي ماشي كدن بيين تاريخ ده ومعروف ماشي كدن بيين وماشي هدين نكوان توبين أين كسو عنه هذا وهذا قبل الله إنه أسي أساسين وحان ذن الله يهدد يهو مسلم كأه مسكح دي نفرة علمي أفرى عقلي أفرى إلهي إذن سيئي وحده جيست إذنكو إسمقلا إسن نقضى ولا هضلا وحان صنمك اللي إذن كرده وقوال الله اللي إذن سمين أي هض إيه حدودها اللي إذن كالتيدي إيه قوائل اللي إذن كوكال قيبنا يوح اللي إذن كوكال قيبنا وحبا كان بجران صحنا ماها وانا وضدي هلاك قوي صومالي وحبا كوكيني ميسو قالوا والبان هذا إني أصي تعصبته وحبسه كردين ميان سداس هدينا أن كن قن وإن عقلك هي أقانت هي احترامك هي استحقلنت إن أنكو بدلا تعصب كاسم يا الحب وإن دحرسين يا قل وياه وحصوم على ليراه تاسنا إلهي وحنكبر يا إن أنا دحين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا رحم الراحمين إله ودلك يددك يهنوك قلبي وذكري إله قلوبت وذي السوجي إله وسجح ليسي إله علاد ينعيب قد حصار إله عدو إبلاي قد حجرت إله قد حصار إله من نبض ذي ولرت نبض ذي إله السعيري إله ودلك وذي دلك وذي وحا خيرات كجرة هنا على الفضان إله قدك نحريسي أن يذكري إله سبحانه وتعالى كسودج إله صومالي سوسو غروري إله قلبي قاضي سوسو غروري إله حريستا ذاك سودج إله حريستا ذاك صوحك
إلهنا حريص تذكر سودج اللهم آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.